على الاستضافة، وأنا جد جد سعيدة تواجدي في هذا المهرجان الدولي للطفل، اللي هو الطفل اللي هو واحد الإنسان اللي خصنا نبقاو جنبو وندعمو، لأنه هو مركز المستقبل، هو اللي خصنا نكونو بجنبو دائما، لأنه هو بالنسبة للأم خصها تراعيه، وبالنسبة للمدرسة تراعيه، باش يوصلو حنا كيف ما نعرفو حتو علينا في المهاتف، لأنه التوجه ديالي ديال التراث، ودابا حاولت باش نكون ندير الاغنيه الهادفه اللي كتعطي واحد توصل واحد الرساله، ومن بين الاغاني اللي غنغني ان شاء الله اليوم غنغني اغنيه ديال كل نائب له ادم، اللي هي تقدم تعايش وتسلم وسلام، وخا مهما اختلفت الاديان ومهما اختلفت الشعوب وهذه، الا اننا من الاب واحد اللي هو سيدنا ادم، وهي من كلمات الفنان عبد اللطيف بناني والحان ديالو، توزيع ديال إله الزاوي، وفكرة ديال مولاي بناني والأطفال بناني، وكان هو إن شاء الله في الكرة، كنتمنى إن شاء الله الاستمرارية مستقلة بريس، وأنا كنت واحد القطعة صغيرة من الأغنية. مهما اختلفت أدياركم عن ديننا مهما اختلفت ألوانكم عن لوننا فالدم الأحمر في عروقكم. إذن كلنا أبناء آدم وكلنا تحت هدف واحد اتجاه واحد، أن نكون دائما مع الاطفال باش هو الهدف ديالنا، باش تكون واحد الامه اسلاميه زوينه ومغرب ان شاء الله في هذا المستوى. تحياتي لكل الدول المشاركه وشكرا لكم على الاستضافه.